الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة استجاب الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم من مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول الله أكبر
ظلمت ما في الأرض لافتدت بي وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وأن فرعون العال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر واتبعهم فرعون بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أنت
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان النفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني فلينتظروا إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي الرسل والذين آمنوا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا فأنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وأن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلى حين يسألون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يحسبون إلى يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولا مش تعرف عن آية الكرسي اللي بسألك سؤال Give me a song.
أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام باركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يمنع طاعتكم من نومك يا رب الكريم. اليوم وصلتني لوحات فيها عدة فضائل دينية من فريق الدعم. الله يجزاهم خير. إخواني الله يجزاهم خير ويرحم والديه. اللي مطمني ومريحني بالحياة لأنها أجر لي ولكم ولجميع من يشاهد. الله يجزاك خير. مايك. عد كلامك. أقول اليوم وصلتني لوحات فيها عدة فضائل دينية من فريق الدعم ومن إخواني. الله يخليهم لي ولا يحرمني منهم. اوكي ان شاء الله. عيده. شوف. طيب. اقول اليوم وصلتني لوحات فيها عدة فضائل دينية من فريق الدعم ومن اخواني الله يخليهم لي ولا يحرمني منهم. اللي مطمني ومريحني انها اجر لي ولكم. اللوحات فيها عدة فضائل وبقراها لكم ذا الحين وودي أسألكم أسئلة نتعرف منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدوا بهداه. عدة فضائل دينية، وش تعرفون عن آية الكرسي؟ وش تعرفون عن آية الكرسي؟ وش فضلها؟ منعك من الجنة للموت، أباك بالجنة للموت. هي أفضل آية في القرآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الوحيدة اللي تقرأها بالبسملة من نص السورة يعني. هذه الآية الوحيدة. آية الكرسي قراءتها عظيمة، تبعث الراحة داخلك. إن قرأت آية الكرسي بعد كل فرض من فروض الصلوات لم يمنعك من دخول الجنة إلا الموت. يا الشعور المختلف أن تدخل الجنة بسببها، لن تأخذ من وقتك الكثير إن قرأتها. اقروها ولا تنسونها، تراها عظيمة جدا. وش هي صلاة الوتر وما فضلها؟ صلاة الوتر فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، ما تركها. صلاة الوتر أو ركعة الوتر كل يعني ركعتين تم توتر، يعني تصير ثلاث أو خمس أو سبع، أو حتى صلاة التراويح هذه وتر أعلاها 13 وأقلها ركعة واحدة، ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. ذكر في القرآن في آية عظيمة لها فضل عظيم.
صحيح. هي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. هي مكتوبة هنا، يقول صلاة الوتر، قال الله تعالى إن الله وتر يحب الوتر. يحب الوتر. فأوتروا يا أهل القرآن. تعلمون أن سجدة في ثلث الليل أنها تزيل همومك، أن الدعاء فيها مختلف، طمأنينة للروح، راحة للقلب، أن تستجيب دعواتك بسبب سجدة، وأن تزيل عنك الضيق والهم بسبب دعوة في ثلث الليل. والله يجعلنا من أهل الوتر. اللهم آمين. وصل الصلاة الإبراهيمية، ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية. مكتوبة هنا الصلاة الإبراهيمية التي لن يعرفها الجميع، وأن يستغرب ما هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد الأخير من صلواتنا، التي قولها معجزة، التي تستجيب فيها دعواتك وتكتب لك الكثير من الأجر والحسنات وترفع درجاتك والكثير من الفضائل. هنا الحوقلة. لا حول ولا قوة. الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد، والله يكتب لنا ولكم الأجر ويرحم والديكم ويجزاكم بالخير. وأشكر فريق الدعم، وأقول الله يجمل حالكم يبيض وجيهكم. لو ما وصلتنا اللوحات ذي يكفي أنها أجر. من الله سبحانه. الله يكتب أجر. الله يرحم والديكم ويكتب أجر. شكرا الله على المبادرة يا فهد. الله يبيض وجهك. الله يجزاك خير يا أبو هذا. ما قصر أول. أقول له الله يبيض وجهك. وجهك صح. ما تعتونا ثم. خذ الشعور فريق شعور فريق الدعم يدركوه. اللهم الله أكبر. Oh.